الجمعة 5 شباط 2021، مشاهدينا الكرام أهلا بكم إلى حلقة جديدة من السياسة اليوم. ضيفي في استوديو هو الصحفي الأستاذ حسن حميدي. أهلا وسهلا فيك دكتور حسن. أهلا سيدتي. البلاد استفاقت أمس على جريمة اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم ليزداد الوضع الداخلي اضطرابا وهشاشة على وقع كل الانهيارات التي يعيشها المواطن اللبناني. لا توافق على تشكيل الحكومة حتى الساعة، بيان مشترك صادر عن وزيري خارجية فرنسا وأمريكا لمناسبة مرور 6 أشهر على انفجار مرفأ بيروت، دعا فيه المسؤولين اللبنانيين إلى تنفيذ التزاماتهم في شكل نهائي وتشكيل حكومة ذات صدقية وفعالية. في ضوء وجود رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في الخارج، فماذا عن ما بعد عودة الرئيس الحريري، وهل تثمر الوساطات فتحا لباب زيارة قريبة إلى قصر بعبدة؟ أسئلة كثيرة مطروحة دكتور في ظل يمكن اليوم الواقع الهش الذي يعيشه لبنان، انطلاقا من الانهيار خلينا نقول السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي، وما يجري على صعيد الملف الأمني اللي كمان فتح الكثير من الأسئلة، مع كمان إدارة بايدن وتحديد يمكن الأولويات اليوم في السياسة الخارجية الأمريكية، واللي كان مفاجئ للبعض أن بدأها من اليمن تحديدا، خصوصا على ضوء كمان امبارح الموقف الصادر عن جو بايدن فيما يتعلق بالدعوة لوقف الأعمال العدائية في اليمن. بدي بلش من الواقع الداخلي اللبناني على وقع الجريمة التي استفاقت أمس عليها البلاد. بأي إطار يمكن وضعها إذا أردنا اليوم قراءتها بشكل موضوعي هادئ، بعيدا عن كل المزايدات اللي شفناها امبارح والتهم الجاهزة والمعلبة باتجاه محدد وهو حزب الله؟ يعني أول شيء يعني الله يرحمه تحية، ويرحمنا ويرحم كل الناس، يرحم البلد يعني. وبعدين بدي أتوجه بالتعزية إلى شقيقته، وهي سيدة محترمة وأكون لها كل الاحترام والمودة، السيدة رشا، وهي الإنسان المثقف المحترم بكل معنى الكلمة، أتوجه إلى بالتعزية كصديق، وإن كنت ما بعرفه إله شخصياً، ما بعمل التقيت فيه، بس كانت تربطنا علاقة مع الوالد الأستاذ محسن سليم الفقيه الكبير هذا، وفي كان مودة كتير كذا وهذا. حتى لما كنت ايام باريس كل ما يجي على بيروت يجيب لي اشياء من بي، يا رساله، ايام الرسائل من زمان، يعني في موده. فبحب اني اقدم له التعزيه للسيده المحترمه جدا يعني. هلا بالنسبه للحادث، علمتنا التجارب بلبنان بانه عاده تعرفي نحن عش مخابرات يعني دوليه يعني. فعش مخابرات وإجرام ومافيات يعني قصص، تعرف في أفلام يعني يذكر فيها بيروت، تذكر كازابلانكا، يعني أماكن تذكر هذه فلسوء الحظ عادة بيكون دائما بيصير في اغتيال لتحريك أوضاع معينة يعني، أو الدخول بمرحلة جديدة. ايه اكيد، لانه يعني اليوم مثل ما بتعرفي انه اللي اجى هلق على الحكم في الولايات المتحده يعني فخامه الرئيس بايدن هو ابو داعش، هذا يعني هو اللي اشرف على تاسيس داعش، وهو صاحب مشروع تقسيم العراق علنا يعني، هو الوحيد اللي اعلن ذلك بصريح لساني، ضروره تقسيم العراق الى ثلاث دول إلى آخره إلى آخره. فأبو داعش هلا قوي شخصيا صار رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، لأنه كما نعلم أيام الرئيس أوباما، رئيس أوباما كان صوري خلافا لما يظن البعض يعني. بمعنى أولا هو أفريقي، هو ليس من النخبة المصطفاة، من الواسب يعني الوايت أنجلو ساكسون بروتستانت، البروتستانتيون البيض الانجلو ساكسونيون اللي هن الحكام الفعليين للولايات المتحده. فكانت عمليه ليفتنج، عمليه تجميل
وناجحة جدا من خلال المجيء باراك بأوباما أوباما. وقتها للوجه البشع جدا للنظام الأمريكي. فكانت عملية تجميل حلوة كتير، يعني كان يراد المجيء منا بأوباما، أي ولكن اللي بيمثل الاستابليشمنت حد أوباما كان الأستاذ بايدن أبو داعش. فأبو داعش هو اللي بالأساس الحاكم يعني. هلق الشيء اللي تفضلتي فيه نقطة كتير خطيرة بالنسبة لموضوع اليمن. أول شيء أبو داعش هو اللي أشرف على الحرب على اليمن، إطلاق الحرب على اليمن يعني، ليس ترامب. في عهده، في عهد باراك أوباما يعني إيه عم طبعا، نحكي. ايه إيه يعني هو بعهد أبو داعش يعني. إيه فأبو داعش هو اللي أشرف على حرب اليمن بما فيها من فظاعات يعني. اليوم مش استفاقة ضمير، وإنما ولا لأنه للجيل الجديد بيفتكروا أنه اليمن عملها ترامب، أنه كل الموبقات هو ترامب، أما هودي اللي موجودين كل آدمية وكذا، هني هودي المجرمين علما الكبار انه يعني. بعد ترامب هو لم يشن اي حرب، خلينا نقول يعني صحيح صحيح هذا الكلام. هو لم يقدم على اي حرب، ايه ولكن بهيمه طريقته بالجزمه بسلوكه بشكل انه فيك كيف ما رميتيه بتصيبيه يعني. إيه بس ان المجرمين الكبار يعني، هذا شمعون بارز، هذا يعني اللي صار بالولايات المتحده بالانتخابات. اختصره بكلمتين، سقط نتنياهو نجح شمعون بارز، اللي ارهب يعني شمعون بارز، عرفتي كيف؟ وبعدين هلق كل العالم اللي كان شوي متردد مع ترامب ترامب. هلق بينفتح وبيرجع بينبطح الانبطاح الفظيع والى اخره. فهلق بقصه اليمن هيدي دق سفين كبير بجبهه المقاومه. ليه؟ ايه طبعا ما يعني علاقة هلق، اليمن اليوم بدق سفين إذا بدك بجبهة ايه المقاومة؟ طبعا، لأنه أولا تكرس وجود اليمن جزء مفصل أساسي بالمشهد؟ في المشهد بجبهة المقاومة يعني، اللي أصبحت جبهة دولية يعني قوية كتير، ومفتوحة صحيح؟ مستهدفة كتير بس قوية كتير يعني، ما شاء الله ماشي. ف بهالطريقة هيدي أول شيء الوضع اليمن، يا حرام شو عاملين الأمريكان عبر هالحرب باليمن. والحرب على اليمن خايضين الإسرائيليين أيضا بالطيران الإسرائيلي والكذا يعني، تطلع طائرات على أساس أنه هي سعودية وكذا وإلى آخره، وهذا بتطلع لا طائرات إسرائيلية، وبيتمرنوا الطيارين الإسرائيليين على القصف والأهداف الثابتة والأهداف المتحركة والقصف الليلي والكذا إلى آخره. يعني حقل تجارب للأسف. نعم، شخصيا ما بعرف بالقصص العسكرية، بس شرحوا لي إياها، إنه الفرق بين القصف بالليل أو القصف بمناطق فيها ثلج أو القصف بالنهار أو إلى آخره يعني. بيعملوا تدريبات الإسرائيليين مشاركين منذ اليوم الأول بهذه بتدمير الحرب المدمرة. اليمن. وصلوا الشعب اليمني الشقيق المعذب الطيب الأصيل، وصلوه لوضع يعني مأساوي جدا جدا. مأساوي. فهلأ بدأت تنزل المنقذ من الضلال أبو داعش، بده ينزل بتقله إنه منقذ الشعب اليمني ورجل السلام الدولي، ودغري هلق بحركوا له جائزة نوبل كمان. يعني برأيك بس لإظهار هذه إيه الصورة أم إيه إنه لا، إيه لأنه لها لأنه ارتباط هون كبير؟ هون لأنه هون بدهم يحاولوا اليمن هلق من خلال الانفتاح والمساعدات وإعادة الأعمار وبناء المستشفيات إلى بده يفوتوه بحلزوني إيه، يعملوا انشقاق انشقاق داخل معسكر ما عم قول انه محور هالشيء هذا رح المقاومة، ينجحوا فيه، لا ولكن محاولة جديدة بس يعني، هيدي هون لازم نحط الموضوع هيدي. لأن البعض حتى بإطار أنه لا يريد اليوم الدخول بمواجهة مباشرة مع نتنياهو على خلفية إذا بدك طبيعة العلاقة اليوم التي تربط بين الرجلين، البعض ذهب أبعد للقول بأنه الاتفاق النووي الإيراني له ارتباط مباشر باليمن، وبالتالي اليوم ما راح مباشرة
للعودة إلى هذا الاتفاق وفتح باب إذا بدك المفاوضات، كأنه اليمن هو ساحة الاختبار لهذه القوة تحديدا ولعدم إغضاب إسرائيل بشكل سريع ومباشر. لا، اليمن ما فينا نعتبرها أنه مادة أساسية من المشكلة سلاح نووي، أزمة سلاح نووي الإيراني. لا، أنه أزمة سلاح نووي الإيراني هي موضوع أساسي واحد. كانت إسرائيل محتكرة الذرة بالمنطقة هون، الذرة التي بناها لها الغرب، الاستعمار الغربي، وتحديدا بناها الفرنسيون. يعني الترسانة النووية الإسرائيلية بناها الفرنسيون، وكان الممثل الشخصي لدافيد بن غوريون بالمفاوضات مع الفرنسيين والملاحقة وال عند بناء المشروع هو شخص شمعون بارز. يعني بن غوريون كان عنده، عم نقول للجيل الشباب، كان عنده 2 شباب اشتغلوا تحت ايده، واحد عسكري اسمه موشي ديان، واحد مدني اسمه شمعون بارز. بارز خطير جدا، لذلك عادة بيقولوا عنا أو بالغرب إنه بارز هو الوحيد اللي إجا من خارج المؤسسة العسكرية، وبالتالي يمكن وبيحكي بحقوق إنسان، وهي أكبر دجال كان، يعني أكبر لص كذاب يعني. فهو هو أب القنبلة النووية الإسرائيلية شمعون بارز، مش العسكري موشي ديان، لا، شمعون بارز المدني، عرفتي جيد. فشمعون بارز بيذكرها بكتابه كفاح من أجل السلام، وهو دائما كله من أجل السلام، بيحكي أنه كيف حتى لما صارت أزمة السويس، عم نحكي عن البرنامج النووي، وقت أزمة السويس وسقطت الحكومة الفرنسية الاشتراكية برئاسة دي مولي اللي كانت مشاركة بالعدوان الثلاثي على السويس، راح إلى فرنسا شمعون بارز ليقلن أنه بدنا وزير الدفاع موريس بورجاس مونوري اسمه كان، أنه هو يحل محل رئيس الحكومة جي مولي، يصير هو رئيس حكومة ليشرف يكمل إشراف على بناء الترسانة النووية الإسرائيلية. بس لقلك أنه مين بنالون إياها، يعني اللي بيحكوا اليوم عن إيران وهذا. المهم إيران كسرت هذا الاحتكار في المنطقة تحديدا، وهذا ما هو غير مسموح، كسرت هذا الاحتكار. مثل ما أنه يعني حرب 2006 تمام، أيضا نعرف ليه الحملة على لبنان، يعني لتدمير لبنان كذا، حطمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، يعني عرفتي كيف. فاجوا ساعتها الإسرائيليين ما قادرين يعملوا لك حرب مباشرة، هذا عند والاستعمار الغربي، فاتوا بحرب غير مباشرة. كيف هي الحرب الغير المباشرة؟ في عندك بخلوك أنت تفوتي بعملية تدمير ذاتي شامل عبر أي سلاح، تدمير ذاتي الشامل، weapons of armed destruction مثل ما بيقولوا الإنجليز والأمريكان، سلاح الدمار الشامل. عندنا بلبنان شو هو سلاح الدمار الشامل؟ هي الطائفية والتعصب المذهبي، دخلوا عبر هذا، دغري فاتوا حركوا، وفتنا نحن بعملية استخدمنا سلاح التدمير الذاتي الشامل، ولا نزال نستخدمه على قاعدة لا تهز واقف على الشوارع، يعني ولا نزال مش ناطرين نستخدمه للأسف. انتبهتك؟ هذا الشيء اللي يعني تقول ولكن بالنسبة للسلاح النووي الإيراني، لأنه إيران كسرت هذا الاحتكار، عارفين أنه إيران ما بدها سلاح نووي، لأنه اليوم ما في عاقل بيعمل سلاح نووي، لأنه عبء عليه، بيصير عبء عليه. ألمانيا مصنع أوروبا مقرر أنه بالثلاثينات من هذا القرن بدها تخلص من المفاعلات النووية اللي عندها. فإيران تستخدم الطاقة النووية للتنمية، والمطلوب ما يصير في تنمية بهذه المنطقة، واضح؟ يعني اليوم إذا بدك تعاقب إيران لأنها كسرت هذا الاحتكار، يعاقب حزب الله والمقاومة وكل حركات المقاومة في المنطقة لأنه كسرت هذه المقولة أو المعادلة اللي هي الجيش الذي لا يقهر، ودخلوا عبر تدميرنا بالشكل اللي عم نشوفه، ومثل ما حضرتك قلت يعني للأسف يستخدمون
أسلحتنا، يعني تدمير بمعنى أنه ذاتي عبر شامل، التدمير الذاتي سلاح الشامل. الدمار الذاتي الشامل. شامل. نعم. طيب هذا يعني هي الطائفية ونحن مبسوطين فيها وما بدنا نغير نظامها لأنه نحن عباقرة أساسا. نحن قلنا بتعرفي نظريتي هي أنه نحن سقطنا إلى ما دون التشكل الاجتماعي وهيدي نتائجها. هلق أيضا نحن كشعب غير ما عاد مجتمع بس شعب في حالة موت عملية، بس تعوقنا موت المعنى، يعني نحن طولنا بهذه الحالة وحتى سقطنا إذا بدك إلى ما دون التشكل، ولكن على ما يبدو بعدنا مستمرين في هذا السقوط. هون السؤال الأساسي، هي الغباء المعتق أنا بسميه غباء معتق، كمان في غباء يعني. معتق؟ مثل الخمر المعتق، يعني غباء معتق عنا طبعا، كل مالهم بيتمسكوا بهذا الشيء يعني، وكل مالنا بننزلق أكثر فأكثر. أغبياء أغبياء. طب إذا بدي أربط كل اللي حضرتك تفضلت فيه، حرام الوطن اللبناني، دعان 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 دعان. حرام الوطن ولا حرام المواطن ولا مين حرام اليوم؟ هو مربوطين ببعضه، إذا ما في وطن ما في مواطن، والعكس بالعكس صحيح. ربطا ب يعني اذا بدك الحدث الامني اللي صار بالامس والاتهامات الجاهزه والمعلبه والاستثمار اللي حصل بهذه الطريقه للوصول الى اين؟ يعني بدي اقول لك لانه نحن سقطنا دون تشكل اجتماعي، ونحن رجاء اذا فيك تسجلي هذه سيدتي، الشعب اكتبي الشعب المنقسم على ذاته لا يصنع سوى دولة جائرة وفاسدة. واضح؟ أوكي. إيه. هذه هي النتيجة الحتمية. نعم، نحن منقسمين على ذاتنا لأنه فايتين بقصة التدمير الذاتي. نحن صنعنا عم ندمر هذه الدولة ذاتنا. الفاسدة. إيه. وبالتالي ما عندنا بقى انتماء، ما في وحدة انتماء. وتبعية واستزلام للخارج. وبعدين صرنا شعب عذرا من الوشات، وشات طبعا نشي على بعضنا البعض، نشي طبعا هلق يعني بنفسد على بعضنا الكلام، مثلا مثل مسكين الحادثة لقمان، الأستاذ لقمان سليم، كيف بيتم يعني بعيد الشر لا سمح الله بكره هيك بصير حدث داري بقول عملته فلاني حتى اللي يجوا انه تعا يا اجنبي خلصنا منها يعني. لا هن اوضح من هيك يعني، هن كانوا عم بيطالبوا الاجنبي ليجي امبارح ويفتحوا التحقيق وراحوا الى الحسم بالنتيجه، يعني ما كان في اصلا يعني ما في اذا بدك شوى، لا رايحين الى الحسم انه في الجنوب، ولانه كان اليوم يعني هو سياسيا ضد هذه البيئه وضد حزب الله، اذا بالنتيجه حزب الله هو الذي يعني هو عموما قام بهذه العملية. عموما الاكثريه الساحقه منا نحن كلبنانيين بمجرد ما تكوني انت بالموضوع الطائفي بيكون عندك ميل لهالتقنيه، استخدام هالتقنيه دائما الوشايه على الاخر. تحولنا الى شعب وشات، قوم من الوشات نحن صرنا يعني، لذلك لا عم بيصير فينا اللي عم يحدث لأنه نحن بس هون المفارقة دكتور قوم من الوشات. بس المفارقة تحديدا يمكن سؤال يطرح هون، لما حضرتك تحكي أن نحن دون التشكل الاجتماعي ونحن قوم من الوشات ما عندنا هذا الانتماء، بالوقت اللي حضرتك بلشت عم بتقول أنه حرب تموز 2006 كسرت هذه المعادلة وأسطورة العدو الذي لا يقهر، خلينا نقول أنه من قام بهذه الحرب، من أحرز هذا الانتصار هو جزء أساسي من هذا الشعب. اليوم المقاومون الأبطال اللي غيروا هذه المعادلة واللي قدموا هذه الدماء لأنه عندهم انتماء وطني عالي، مش لأنه ما عندهم هذا الانتماء. طب هون كيف هيدا استثناء كان بكل هذه الحالة اللبنانية؟ ما في شيء اسمه القاعدة، لكي تكون قاعدة يجب أن يكون لها استثناء، ما في هيدي بكل بساطة. إذا هيدا الاستثناء اليوم بكل هذا المشهد القائم طبعاً. طب هيدا الاستثناء لأنه بحب أقول لك شغلة سيدتي من خلال السلوك والممارسة، وعندي نظرية يمكن ما بتسويش فرانك يعني، بس قد مع عقلاتي الصغار بيقولوا لي يعني فقط، بعتبر انه ما في ايمان فعلي بلبنان يعني، ايمان بالله وايمان بالكذا
نؤمن بالله عن خوف، يعني مش هذاك يعني الإيمان، مش عن قناعة. إيه؟ لأنه الإيمان هو سلوك. إن الذين بالقرآن الكريم، يا إلهي، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما في شيء اسمه إيمان مجرد، عمل الصالحات. نحن بدنا نآمن بس لا نعمل الصالحات، عرفت كيف؟ إيه. فبدي أقول لك، يعني نحن فايتين بلعبة موت، جو دو لامور، عرفتي كيف؟ هيدي مثل بلعبة الرولات الروسية، عرفتي كيف؟ بيكون مش معروف وين هذا محطوطة الرصاصة، عشان نلعب هيك يعني بمصير. نحن دخلنا بمشيئتنا ولا هناك من أدخلنا في هذه اللعبة اليوم؟ لا، ما حدا بيدخل حدا، كل مين بيدخل حاله. شو نضحك على حالنا يعني. طيب عنا إمكانية للخروج من هذه اللعبة ولا لا؟ طبعا 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 بتخرجي من هذه اللعبة، بدك تطلعي من قصة الاتجار بالطوائف والمذاهب، لأنه هذا الاتجار مش نتيجة إيمان أبدا 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 أبدا. قصة مصالح شخصية وخدمة للأجنبي، نحن نتبرع بالخيانة والعمالة للأجنبي، يعني نتبرع بذلك، مش شو اسمه يعني حتى من دون ما يطلبوا منا، من دون، نحن بنسبقهم بهيك شو اسمه، انه انت يا فرنسا مش عم تعرفي مصلحتك، انت هون لازم تعملي كسا. علما انه عم تتوجه لنا فرنسا يعني بالفترة الأخيرة بلهجة شديدة، إذا بدك تحديدا ضد هذه الطبقة السياسية، ما قصرت، وعم تحكي بنوع من اشمئزاز يعني. ما قصرت، ما هذا المستعمر له تقنياته، يعني له وجوه عدة، له تقنياته يعني. حضرتك سميت جو بايدن بأبو داعش انطلاقا طبعا من الدور اللي انا سميته، لانه هو صحيح يعني عم بتقلنا انه اليوم بهذه المرحله مع الاداره الجديده لا يمكن يعني التعويل على تغيير كبير في الاستراتيجيه الامريكيه. عم نقرا كثير وعم نتابع، والتحليلات كلها كانت عم بتقول انه كانه يعني الجميع تنفس صعداء اذا بدك من العهد الترامبي بانتظار وصول بايدن الى البيت الابيض وان يحدد العناوين العريضة لاستراتيجيته الخارجية تحديدا. بناء على اللي حضرتك عم بتقوله، لن نكون أمام هذا التغيير بالمعنى الفعلي للسياسة الأمريكية الخارجية، علما أنه كمان من داخل الأمريكي يعني في كتير كتابات تتحدث عن أنه حان الوقت لسياسة خارجية جديدة بعد كل الفشل اللي منيت فيه الإدارة الأمريكية السابقة. حان الوقت لسياسة خارجية جديدة بالمواضيع اللي فيها تحديات كبرى، يعني طبعا. واحد، الصين، العلاقة مع الصين هذه بشكل أساسي. روسيا. اثنين، بالعلاقة مع روسيا، يعني هذه كمان تحدي أساسي كمان. لأنه في تشابه بعدني عم بدرسها، يعني بعدني ما اختمرت بالكامل، ما اكتملت القناعة بذهني، بس بعدني عم بدرسها. صاير في وجه شبه كبير ما بين الروس والأمريكان. لناحيات؟ من أي ناحية؟ هي. من ناحية أنه أمريكا، يعني أنت بتعرفي أنه الدولار ما له قيمة، هذا الدولار طبع كذب، ما له أي غطاء يعني. وبس بدي أقول هون للي بلبنان بيحكوا عن الذهب اللبناني الموجود بشو اسمه، من فترة سمعت حدا عم يحكي بقلعة فورت نوكس وكذا وإلى آخره. قلعة فورت نوكس ما فيها ذهب. شو فيها؟ راح الذهب اللي كان فيها. راح. قرطوا بيت روتشيلد وبيت روكفلر. عرفتي كيف؟ راح، ما عاد موجود هذا. ومش العبد الفقير، انا ما جبتها معي من بعقلين يعني، هذه الخبريه يعني لقلي. لا، هيدي ابرز عضو بالكونغرس الامريكي، هلا صار سابق يعني، وفعلا الرجل المشاكس الوقف ضد سلطه المال، يلي اسمه مش هذا بيرني ساندرز، هذا بيسويش فرانك، هذا بيشتغل لحساب الاستابليشمنت تبع الحزب الديمقراطي، كل مدي بينزل بالهذا بعدين بيحيد ليمرق هداك. لا، مش الفعلي هو رون بول. هداك اللي وقف بوجه الفيدرال ريزيرف يعني. عرفتي كيف؟ طب رون بول هو بيقول لم يعد يوجد منذ سنوات، ما عاد فيه ولا أونصة ذهب وحدي بفورت نوكس.
كل اللي حاطينه هوني انه امننا عليهم هونيك اقعد بسلامتك راحوا يعني مش بس هون هونيك كمان لحقوا بذهبات المانيا وذهبات الصين. اوكي ايه ما لما طلبت المانيا بدها ذهباتها هذا بعد الأزمة 2008 2009 الأزمة الاقتصادية منيح؟ شو بيقول اللي كان حاكم البنك المركزي الفيدرال ريزيرف يلي هي بتعرفي هذا بنك خاص هذا منه بنك دولي اللي بيطبع العملة قطاع خاص مش الدولي بن برنانكي بن برنانكي المجرم الكبير قال ما لما صار في طوفان شتاء بمنطقة مانهاتن نزل الطوفان للأقبية وبالتالي راحوا ذهبات للألمان أبدا وحياتك بهذا الشكل عارف سلامتك راحوا بح ذهبات ألمانيا أما ذهبات الصين كل الصينيين ملاعين حاطين شوي لأنه أكثر بلد عنده ذهب بريطانيا والصين حاطين هذا قالوا بدنا ذهباتنا قالوا لما هبطوا اثنين الابراج فنزلوا ذهباتكم كانوا تحت راحوا الذهبات قالوا له طيب العود سلامتك وخلصت القصه فاذا انتهى البيان. لذلك مثلا حاكم مصرف لبنان العبقري عليه السلام عندما يسأل عن بيقول ما بيعرف قد ايه في ذهب هون 22 سنه راح هيك مصرف مش عايد الذهبات وما بيعرف شو في هونيك الذهب اللبناني اللي انحط هونيك راح لانه فورت نوكس ما فيها ذهب روحوا اسالوا رون بول. طيب كل هذا يفتح الباب امام اسئله كثيره يعني لقلك ليك يفتح الباب امام اسئله كثيره التغيير السياسي إذن بغير في بالنسبة للصين بغير بالنسبة لروسيا اللي تشبه أمريكا بكين إذن أمريكا هذا وضع عملتها ولكن هي قوية فاردة قوة نفوذة. عملتها بشو؟ بالعسكر بترسانتها العسكرية الهائلة. طيب روسيا وضع المالي ما بيسوى روسيا تعرفي ليش؟ لما اجى كان فتره بعد سقوط انهيار الاتحاد السوفيتي اجى يلتسن لا طلعوا كفوا يد الدوله عن المصرف المركزي واعطوا للمصرف المركزي استقلاليه كامله وبالماده 2 من قانون المصرف المركزي بروسيا انه الدوله الروسيه غير مسؤوله عن التزامات البنك المركزي والبنك المركزي غير مسؤول عن التزامات الدوله الروسيه انفصال تام تابع للفيدرال ريزيرف الامريكيه اوكي وهذا اللي مقيد كثير الروس احيانا بنقال طب ليه الروس ما عملوا هيك يعني مكموشين الروس كمان ولكن عم يقدروا من خلال قوتهم ترسانتهم العسكرية عم يقدروا انه يغطوا على هذا الضعف الخطير على الصعيد المالي والاقتصادي اللي جاعل منهم دولة تابعة ماليا للولايات المتحدة الامريكية واضح؟ هون جعل منا دولة تابعة بس وين اوجه الشبه؟ لانه قلت انت عم بتصير روسيا تشبه الولايات المتحدة لا بهالشيء هذا انه هيديك ضعيفة بما يتعلق بموضوع المصرف بتغطي بالقوة العسكرية هيديك ضعيفة وتابعة إلها تابعة إلها ماليا بس عم بتغطي أيضا بالقوة العسكرية. العسكرية لذلك بدو يشوفوا كيف بدأت تعمل راكلي براج أمريكا بالعلاقة مع إعادة روسيا وأيضا بالنسبة للصين يعني هذه شغلات خطيرة طبعا هون وبالنسبة لإيران لسبب بسيط لأنه إيران خلص فاتت صارت شو صارت بالنادي النووي يعني بلغك شوفي بدك تطلعيها من النادي النووي شغلي منا مزحة بلشت التصريحات بشكل متسارع وبعدين يعني يا ستي انه اجا هذا استلم الرئاسته ابو داعش طلعوا له انا لما شفت على التلفزيون من 3 ايام افتكرت صاروخ اريان يلي هذا العظيم الفرنسي اللي بيحط الرأس الساتلايت الاقمار الصناعيه بالفلك طلع لا صاروخ ايراني بحط شو اسمه بالفلك
يعني وصلت القصة بوضع. إلى مكان لذلك آخر. لذلك يعني الإسرائيليين يعني بعد في جزء منهم ما عم يقدروا يتكيفوا إنه في زمن آخر. ولكن ما يخدم الإسرائيليين ويخدم الأمريكان ويخدم الاستعمار هو إنه العرب كل مالهم عم يتراجعوا وينصاعوا لإسرائيل. هون الغريب. ففي دولة اسمها سوريا، وفي مربع متمرد اسمه اسمه جنوب لبنان. فصلته عشان ما تقول لبنان. لا بلا، طب هو الصدارة شو متحكى حالنا. فهذا يعني مخربط، ما مخلي المشهد أن يكتمل بالشكل اللي بدهم إياه تماما. عرفتي كيف؟ وبعدين يعني في قوة طب بس بهذا بيشتغل بها. المعنى يعني بدها تضل الجهود مستمرة أمريكيا إسرائيليا إذا بدك ليرجعوا يصلحوا المشهد بالشكل اللي هن بدهم إياه، بده يضلون يشتغلوا بالوقت اللي فيها. مثل ما أنت عم ما بتقول راح إنه يخلونا المشهد نرتاح، العربي راح إلى هذا الانبطاح ونحن رايحين يعني ل مزيد من الضغوط لأنه نحن عم نستخدم سلاح التدمير ذاتي. الذاتي الشامل. نحن فإذا نحن خارج المشهد كتأثير، نحن خارج المشهد. قل لك مثلا في ظواهر بالعالم العربي تستحق أن الواحد ينظر لها بشكل مختلف بقى وهي وبكثير من الاحترام والجدية. نحن في صار في ظاهرة اسمها شعب تونس الشقيق، يلي بوجه له تحية من كل قلبي للأشقاء في تونس، يلي انتخب رجل يعني نموذج للسياسي النزيه والإنساني، يلي هو البروفيسور قيس سعيد، يلي شوفي قدي واعي الشعب التونسي وبده حج خلاص من الفساد، بده بس هيك إنسان آدمي. يعني قيس سعيد ما عنده حزب، يعني ما عنده تنظيم، ما عنده جمعية خيرية، ما عنده ولكن وثقوا فيه لنزاهته ولوطنيته، وصلوه غصب عن راس كل الأحزاب التقليدية والتاريخية والحديثة. شغلة فظيعة. لذلك بتشوف اليوم حركن له كل القصة لدربه. ومين اللي بيقود العملية؟ مين؟ من؟ الأكثر ارتباطا بالمشروع الأمريكي الإسرائيلي اللي هن الإخوان المسلمين، يعني حزب النهضة. لأنه بدنا ننتبه لشغلة يمكن الناس تنسى، لما صار الربيع العربي تماما وانتخب وقت المثقف اللي كان عايش بفرنسا، إذا بتتذكري صحيح نسيت اسمه، انتخب رئيس جمهورية، وهذا صار فيه مثل مفاجأة ما أخذت حقها بالهذا. أنا شخصيا فوجئت وهي بأنه راشد غنوشي ايه يتلقى دعوة من الولايات المتحدة وبيروح على واشنطن ضيف ومحاضر أمام معهد واشنطن انستيتيوت. واشنطن انستيتيوت من يملك هذا المعهد الدراسي الكذا؟ من يملك؟ يلي له مؤسسات عمليا هو بيوجهها من بعيد وكلها بتحمل اسمه انستيتيوت، مثلا عمان انستيتيوت، انقره انستيتيوت، بيروت انستيتيوت، كذا انستيتيوت، او دي كلهم تابعين لا معهد واشنطن مخابرات يعني. طبعا شو لكان مين بيملك واشنطن انستيتيوت؟ ملكيه ملكيه بالسجل التجاري يعني. لمن؟ مين بيملك؟ من؟ منظمه ايباك. أه. يلي هي اللوبي الاسرائيلي في الولايات المتحده المتحده اللي الامريكيه، اسمها هيئة العلاقات العامة الإسرائيلية الأمريكية. مين مدير واشنطن انستيتيوت يلي جابه للأستاذ راشد الغنوشي إلى هونيك؟ من؟ وقدموا تغزل به الخطوة الجبارة اللي عم تخطيها الحركة الإسلامية في تونس وإلى آخره. مين؟ من؟ مارتن أنديك عليه الصلاة والسلام كمان.
عرفتي كيف؟ تغزل براشد الغنوشي، راشد الغنوشي تغزل فيه بالجواب. يعني فوتوا على جوجل يا أيها الشباب وشوفوا، يعني ما جبناها من البيت هاي. طيب زيك أنا بسميه دايما راشد أندك غنوشي، عرفتي كيف؟ هو عمالي بيقود عملية ضرب هذه التجربة، تجربة الرئيس المنتخب من الشعب واللي ما عنده أي رصيد حزبي أو كذا، فقط نزاهته لأنه هذا الشعب بده التجديد وبده النهوض وبده الدولة النزيهة وبده يبني دولة قانون ومؤسسات ودستور محترم وكذا وكذا وكذا. لذلك عم يجي هلق يطعن فيه انه لازم يتغير. واتيت على ربطه انه هي من الظواهر التي يجب يعني التوقف عندها. في عندك مثلا بالجزائر ما شاء الله الاخوه الجزائريين كمان خصوصا جيل الشباب يلي، لانه مثل قيس سعيد ايضا، لانه قيس سعيد مرتبط بفلسطين، قيس فلسطينيه قيس سعيد زائد نزاهته زائد التجربة الديمقراطية العظيمة التي أتى بها، لذلك لازم تدميره وتحطيمه. وما يحدث في تونس في هذا السياق بده ينحط. هذا اللي بخلينا نفتح الباب أمام أسئلة قديش اليوم إمكانية عودة، يعني إذا بدك مشهد التطرف داعش تحديدا وتحريك هذه المجموعات من أجل الوصول إلى هذه الأهداف، لوين رايحة الأمور فيما يتعلق بالموضوع اللبناني تحديدا دكتور؟ سيتم الفصل بين الضغط على حزب الله والضغط على لبنان؟ لأنه كمان في قراءة تقول أنه قد يكون هناك توجه عند الإدارة الأمريكية لفصل حزب الله على اعتبار بأنه المرحلة السابقة لم تنجح فيما يتعلق بالضغط على كل لبنان، ولكن بدأت توقف مع فاصل ومن ثم نتابع. نتابع السياسة اليوم وضيفي دكتور حسن حميدي. دكتور دايما الحديث معك شيق يعني، ودايما الواحد بيتعلم كثير فيما يتعلق. نعم نحكي بالاستراتيجية الأمريكية المقبلة، وحضرتك يعني ويمكن السؤال المطروح اليوم قديش رح نرجع إلى الاستعانة بهذه الحركات المتطرفة، عودة داعش خصوصا كمان بيان قيادة الجيش مؤخرا. نحن كان في عنا مجموعة مؤلفة من 18 شخص تم توقيفها بالوقت اللي كل الأسئلة مطروحة عن الاتجاه المقبل، وربطا يمكن بالمبادرة الفرنسية وقديش قد تأخذ ضوء أخضر أمريكي فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى تأليف حكومة. المرحلة المقبلة أكثر خطورة برأيك؟ بعتقد نعم، لناحية من ناحية أنه أول شيء إذا بنحط حالنا محل الأجانب، يعني استعمار عمليا، هو الواقع هو هيك كعلاقة، يعني إذا بنحط حالنا محل الاستعمار يجد إنه أمامه الشعب اللبناني اللي راضي بكل شيء صاير فيه، يعني راضي أكثر من النكبات اللي حلت فينا، أكثر ما إجوا نهبونا المصارف، أخذت لنا كل جنى عمرنا، يعني ردة فعلنا وين؟ هو هذا السؤال. فبالنسبة إلهم بيقولوا لك هذا شعب ممكن يتمرد كل شيء عليه، هذا اللي بخوفني أنا، هذا اللي بينقذني خليني. نحن رضينا ولا يعني تحت تأثير الصدمة بعدنا؟ تحت تأثير الصدمة أو غير الصدمة، ردة فعلنا هل توازي الجرم الذي حل بنا؟ كلا لا، فإذا خلص ربع الجرم لا توازي، فإذا بيتمرق علينا كل شيء. هذا اللي بيخوف، أنه أنت لما بتسكتي عم بتشجعي غيرك أنه يتمادى بفعل أكبر. صحيح، هذا اللي صار. يعني هل يعقل، يعني هل يا أمة الله هل يعقل بقصة أنه آخر شيء ممكن أنه يسكت عنه اللبناني إذا دقيتي له مصريات جايبته؟ إذا حتى هالشيء هذا صار وانتهت، وبعدين بدي أقول لك العملة فقدت هي من مقومات الدولة ذات السيادة. طبعاً عرفتي كيف؟ لما أنت رحتي هيك أنت شو باقي منك بقى؟ أنت بعتي شيء تبع شو بعدهم عم يتخانقوا؟ لذلك عشو بعدهم عم يتخانقوا لكن؟ طالما أنه فقدنا كل شيء وبعدهم يعني واقفين إذا بدك عملية التشكيل الحكومي، واقفين عند حقائب وعند حصص، لأنه مرضى مرضى. إيه طبعا 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 طبعا، يعني لا إيمان إيمان بالله وبالدين وكذا، مش صحيح، هذا كله كذب، يعني كله كذب، يعني أبدا ما في عمل صالحات،
إذا ما في إيمان، انسي. القرآن لا، الكريم لا يخطئ، ما في عمل صالحات ما في إيمان، عرفتي كيف؟ سيد المسيح هو سلوك ومواقف، يعني هو درب الجلجلة، هو الفداء للخلاص، هو التضحية. عم نشوف هالشيء هذا يعني انسي. في عملية المرضى بالانصياع للخارج وكراهية الآخر، نكره بعضنا، شعب يكره بعضه، في الكراهية، وأنا بدي أخذ شوي وأنا بدي أنتش شوي وكذا. فقط بالأخير الشعب عمالي بيكون كده يقول لك أرجيمانتي، يعني منظم مؤطر بشكل مثل سرايا وألوية وكذا هيك، هالقد؟ ايه، وفرق هيك تابعين لزعمات يعني. طب يكون رئيس بري ببيانه، الزعمات افضل من التابعين. وصف رئيس بري ببيانه يعني بعد سكوت اذا بدك عن موضوع الملف الحكومي تحديدا، وقال الازمه من عندياتنا، يعني اذا بدك فصل هذا الامر الخارجي ووضح الامور بنقاط محدده فيما يتعلق بالثلث المعطل، وقال يعني فيما يتعلق ايضا يمكن سيدتي قال الوزراء، قال الامام علي ما نالت الناس من جاهل ما ناله الجاهل من نفسه. طبعا كل المشكله مشكله لبنانيه يعني بالاخير. طب بس كل المشكله بس على ماذا الرهان؟ يعني الرهان اليوم على شو اخر شيء؟ الرهان على ماذا؟ بدك تسالي انه شعب مريض يعني، منه طبيعي يعني. انت امام مخلوقات غير طبيعيه بالخالص يعني للاسف، وهذا يدمي قلبي. مخلوقات غير طبيعيه وعايشين بظرف غير طبيعي وبنسكت نتفرج؟ هذا لا، ما عندنا اي امكانيه اخرى يعني، او سلوك اخر، او قد نقدم على لا مفروق. هو الاصول، الاصول بدك تطلعي من هيدي لعبه الموت يلي اسمها لعبه الطائفيه والتجاره بالطوائف والمذاهب وهذا، وتروحي لرحاب الوطن. طب بلشوا يعني يقروا اذا بدك بهذه المشكله، يعني مؤخرا صرنا عم نسمع انه المواقف صار في تعديل، ثرثر وصار ثرثر. في مطالبه انه الذهاب الى الدوله المدنيه، واليوم نحن نعاني من ازمه هذا النظام الطائفي المذهبي. تفضلوا. طب ما هن قبل ما يتفضلوا مش قادرين يتفقوا على إيه حكومه اخر شيء لتوقف الانهيار القائم. عمرك اطول من عمري. طب معقوله دوله سيدتي، دي بس لك شغله كانت معقولة دولة سيدتي؟ بفهم يصير في أزمات حكومية بتطول كذا، هي بتصير كتير ببلجيكا، بإيطاليا، هلا إيطاليا فاتت عن جديد بأزمة، في أمثلة أوكي، في كتير أمثلة، بس نحن بدنا نشوف رأي فرنسا، نشوف رأي السعودية، شو تأثير علاقة بلوبي معين بواشنطن بلكي كذا. في لقاء صار كلام بين رئيس فرنسا ورئيس أمريكا، قد ينعكس كذا إلى آخره، نعمل انتخابات مخترة بعرف شوي في لبنان. الشعب يلي بيصير هيك يعني، نحن شعب مش طبيعي ها. وبالتالي شو هالدولة هيدي؟ يعني نحن في غرفة الانتظار، شو هالدولة هيدا؟ الدولة حالة عدمية، هيدي حالة عدمية وعدمية يعني قاتلة. تعرفي ما في يقول جنون، أنا ضد، لأنه جنون في عبقرية، جنون في جمال، جنون شغلة طبعا صحيح. لا في غشمنة، عباء، غباء معتق، إيه من زهره عكتر ما عباقنا مبسوطين بحالنا، نحن شيء تاني سيفيليزي نحن، باقي كله متخلي. يعني برأيك اليوم العقدة الأساسية هي أنه هناك من يراهن أو ينتظر تغيرات إقليمية دولية من أجل يعني اليوم كسر الطرف الآخر في الداخل. لكن شو بيفهمون هني بالمتغيرات الإقليمية والدولية؟ كمان بهاي ما بيفهموا. طب شو ناطرين؟ يلي بأمورهم الداخلية المباشرة مش فاهمين كوعهم من بوعهم، بدك يفهموا التغيرات الدولية. ليه؟ واضح انه هيئتهم فهمانين، يعني هن لما بيكونوا محددين انه هن بدهم هذه الحقائب وهن بدهم هذه المطالب وهن يرفضون هذا المعيار ويريدون معيار اخر. كانسان لبناني وطني بحب ارضي وبحب بلدي، لبنان وطن حرام، ما انه بناية شقق مفروشة، لا ابدا، حرام يعني.
بس حولوا. حرام حرام لبنان. بالنسبة لي أنا كل هالنظام هذا شايفه شو هو، هذا النظام ما بيوصل إلا لهيك، أنا رافضه كله من أساسه يعني، لأنه أؤمن بلبنان لا أؤمن بشي تاني يعني، عرفتي كيف؟ بعدك تؤمن بلبنان؟ يعني في إمكانية لهذا اللبنان اللي حضرتك تأمن إيه فيه أو طيب، بتحلم إذا فيه إذا إذا طالما عم تقول إذا الشعب تحت الأكثرية دون مستوى الساحقة التشكل؟ متخلية عنه ومفكرة حالها إن هي متمسكة فيه، عرفتي كيف؟ طب من هي القوى طب التي أنا بترك وطني، كيف هالحكي؟ تراب بلدي بتركه، كيف هالحكي هذا؟ بس لا مين القوى التي يعول عليها اليوم من أجل الدفع باتجاه إذا بدك استعادة هذا اللبنان اللي كلنا بدنا إياه؟ الأفراد الأفراد الأفراد، الناس الناس، طب كل الناس واحد ليه منا، فشلنا بالثورة؟ ليه كل ما واحد، قدرنا نروح أي إلى ثورة ليه ما صار قدرنا نعمل ثورة؟ هذه الثورة؟ ما قدرنا نوصل إلى التغيير المنشود شفتي والمطلوب؟ شفتي، ليه؟ لأنه دغري بينت دغري فورا إيه إنه حركة اعتراض كانت 17 تشرين إيه، وإذ فاتوا عليها دغري الطائفيين والهدى وشو اسمه، حولوا واخذوا مطرح ما بدهم الامريكان يلي هي ثوره ملونه، وتفضلي وبيجوا بيقولوا لك انتم عاملين ثوره يا عمي، حتى صاروا رؤساء طوائف بيحكوا عن الثوره، مقتنعين. مش مقتنعين، ما حداش مقتنع بشيء، ليه؟ ما هني كمان كانوا بدهم يركبوا ركب هذه الثورة كله يعني تجاره، ولحقوها ركبوها تجاره وكوميسيون، كله كله كله، قبضوا عليها عندي يعني ثقه الكوميسيون. ما بعرف، بس انه التفكير السياسي عندنا تفكير تجارة وكوميسيون كتفكير يعني، بس بالنهاية يعني الأستاذ ديفيد هيل عليه الصلاة والسلام إجا وقال يعني نحن يعني أقر إذا بدك صرنا دافعين كذا مليار يعني إيه، يعني عشرة عمليا مليار لنساهم بتدمير بلدكم يعني، عمليا عرفتي كيف؟ ما شاء الله ما بتشوفي إلا منظمات مجتمع مدني تنبت في قراءة كالفطريات. تقول بأنه المرحلة يعني اليوم إذا بدك الاعتماد هي على هذه الحركات. اللي بيمون بيدير بهالقصة هيدي إيه ديفيد هيل، طيب، يعني بين المجتمع المدني من جهة وبين الحركات التطرف من جهة أخرى بحسب كل يعني واحد واحد مكان معلم أمريكاني، بيوصلوا إلى المكان معلم نفسه. واحد معلم واحد، طيب، حيصير في فصل بين يعني الضغط على حزب الله والضغط على لبنان؟ لأنه شفنا لا ما المرحلة بيصير في أي السابقة فصل كانت بهيك، لا كانت حطوا لا لبنان ما كله بيصير، ضمن لائحة الضغوطات. ما بيصير هذا الشيء إطلاقا يعني، ما يعني بتزبط أساس، ما بتزبط، بس بهذا المعنى لن يكون هناك هامش كبير إذا للمبادرة الفرنسية والدور الفرنسي في المرحلة ما المقبلة. في شيء اسمه مبادرة فرنسية، كيف يعني؟ في تكليف وظيفي فرنسي، تكليف من الولايات المتحدة الأمريكية، كلف رئيس ماكرون بالمرحلة الأولى من رئيس ترامب؟ طبعا شو طب ليه لازم لكن يعني، طلب أعقله؟ إذن قال له روح شوف هودي طب شو ليه أعقله هذا خلصوا، وجاء التحرك؟ ولذلك هو كل شيء قدمه كله غلط بغلط يعني، رئيس ماكرون يعني طب بغض النظر، ولكن مبسوطين ولكن هودي على شو الأقل لازم، بالشكل دكتور، ليه أعقله هذا التحرك طالما حصل على هذا الضوء الأخضر عبر العقوبات التي صدرت وإفشال إذا بدك يعني موضوع الرئيس مصطفى أديب وصولا إلى أن يكلف الأمريكان بيضحكوا على رئيس مين، سعد بيضحكوا الحريري؟ على مين ما كان، طب ما بيضحك على مين ما طب شو كان، اللي بدها منه؟ شو بدها اياه سيدتي امريكا اليوم سيدتي بشكل واضح؟ الأستاذ الأستاذ ماكرون جيبوا الأمريكان رئيس لفرنسا، علاش يعني؟ ما صار لهم حوالي يعني من سنة بدك تقولي من الثمانينات، من الثمانينات إيه الأمريكان من أول الثمانينات إيه، بعد ما اجى الرئيس ميتران ايه، وبعدين ضيقوا هامش المناورة باختيار الرؤساء الفرنسيين، اوكي، صار عمليا يعين تعيين ايه الرئيس عم نحكي بعد الفرنسي، شراك وإذا عمليا، زاع عن خياله ايه بيتكسر راسه، المثل الأبرز على ذلك سيدتي سنة 2012 اللي صار انتخاب فرانسوا هولاند، هولاند هو اللي كان رح يجي وراكد ركدي رح يجي، هو اللي كان بالحزب الاشتراكي الفرنسي ولكن كان مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس-كان، وهو يهودي صهيوني متطرف اتسترا اتسترا، اوكي، وكانوا عملوا انه المنافسه مين بيختاروا الحزب الاشتراكي، فهو كان متقدم على الكل، دومينيك ستروس-كان لأنه قال بعد ما عمل شيء إنه
الدولار يمكن ما يقدر يصمد أمام أن يبقى العملة الأولى بالتبادل الدولي. شو صار فيه؟ انسحب، انجاب مثل الواوي مربط، انكب بمخفر بهارلم، بحي هارلم اللي هو أكثر الأحياء حالته بالويل، انهان كذا إلى آخره، وطارت رئاسة الجمهورية من أمامه وإلى آخره، لأنه هيدي عند الروكفيلر ممنوع. كيف بيحكي هالكلام هذا؟ كسر راسه، كسروا له راسه. لا، اللي بيعمل رئيس فرنسا هو بيقرر فيه طب الأمريكان، يعني عم صح؟ بتقول انه بعده هذا النفوذ الامريكي واسع أوه، وكبير، يا واذا يا بدك يا هي المسيطره، علما بانه البعض بيقول انه فقدت امريكا هذا النفوذ، لانه اليوم هي تحتاج الى عقوبات، الى مرحله اذا بدك او استراتيجيه العقوبات القصوى للحفاظ على هذه هذا غلط، او هذا هذا غلط النفوذ. سيدتي، أي. غلط سيدتي بالكامل بالكامل بالكامل. يعني بعدها يعني اليوم بنفس لا، الزخم ونفس عند القوه. ربت، هلق ربت، صار في تراكم، ربت بنى ستركتور، عرفتي كيف؟ بنى دولية، يعني مش دولية، دولية، بنى دول، يعني ستركتور اتاتيك عملت، اي بنتهم، وفي تراكم، بحيث انه يعني اذا قررت هي بقيش بدها تتدخل باوروبا، قادرة عن بعد بعد أن تتحكم بالمشهد. لكذا عقد من الزمن تضل تدير الأمور طب ليه قال إذ إنه بعهد ترامب إذا بدك شفنا نوع من الفوضى في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الدول، وكان في نوع من يعني انتظار وإذا بدك تنفس للصعداء إن كان عند الأوروبيين أو كان عند الكثير من الدول صح. مع مجيء بايدن للعودة إلى الشكل التقليدي بالعلاقات بين الولايات المتحدة وبين هذه الدول؟ هون الرهان على ماذا بدي اقول تحديدا؟ لك، لانه وقتها بالولايات المتحده في صراع بين مراكز قوى، بين يلي ماشيين بسلطه الاحتياطي الفيدرالي واللي بيوصل للحكومه العالميه، وبين يلي بده يمثل القطاعات الانتاجيه اللي هو واللي ترامب. حضرتك حكيت عنه بالحلقة تماما، السابقة انه هو يلي هو ترامب، ترامب. كان صحيح. في هذه المواجهه، وترامب كشخص فظ وكذا والى اخره، وبهين اللي بيمشوا معه، شفنا كيف اهان جلاله خادم الحرمين الشريفين، شفنا كيف اهان الرئيس الفرنسي، كيف اهان ملكه انجلترا كذا، يعني بهين صاروا كله بدهم صرف يخلصوا وقى منه، يعني عرفت كيف؟ طيب تم زي كان التخلص قلت لك اليوم من ترامب. نتنياهو باريس، أي. اجى هذا واللي ماشيين منصاعين. لوين رايح الأمور؟ يعني برأيك اليوم في وضوح بدك الاستراتيجية تشوفي الأمريكية بالمرحلة المواجهة، المقبلة؟ كله رهن، كله رهن المواجهة مع الصين أي. ومع روسيا روسيا، والجمهورية وبالتالي الإسلامية. بدك تشوفي طبعا طيب الجمهورية الإسلامية بس لاعب اعلم بشكل خطير. واضح بايدن يعني انه يريد العودة إلى الاتفاق النووي، بلشنا نسمع اليوم عن الشروط إذا بدنا بدك، نشوف، بدنا وزيارة نشوف كيف، لأنه ل إذا بتتذكري بآخر عهد جو بايدن قبل باراك اللي أوباما، بيسمى يعني عهد أوباما، وعهد جو بايدن لأن البعض أبو بيقول داعش، أنه هو إذا بدك أبو هو داعش. يتأثر بفلك أوباما وليس العكس. لا لا، فيك تكوني متأكدة هيك، أي. يعني فيك تكوني متأكدة بالكامل، يعني أساسا في تصاريحه الأخيرة لأوباما، هذا الأتلانتيك عمل أي هذا أي الانترفيو، ولا يعني عمليا قال فيه أنه أنا مش عمون غشي بواشنطن، يعني بكل بساطة. بس هو حط عقيدة أوباما آنذاك، وانطلاقا من لا هذه لا، العقيدة البعض كل واحد بشو اسمه بتعلن سياسة الدولة، أي بيكون الرئيس بيسموها هذه عقيدة هذا ال دوكترين أي كذا، أي أوباما دوكترين، كارتر دوكترين، ما في بس من إطلاق. أبرز الأشياء اللي كان قايلها فيما يتعلق بالعلاقة إذا إيه بدك كان للمشهد عمالي المنطقة، بيقولوا، كانوا عمالي شراكة كانوا بين بلشوا السعودية يحكوا، وإيران. لا كانوا بلشوا يحكوا ب إدخال تعديلات وإضافات على الاتفاق النووي. صحيح هن صحيح، هن هن ولكن لم ينجح إذا بدك بهذه الإضافة أو بفرض آنذاك. وبعدين صارت، إجا الأستاذ، صارت الانتخابات بآخر فترة أيوه أحكوها، إجا صارت الانتخابات وإجا بوهاماندار وخرج وألغاها من كلها، الاتفاق عرفتي ككل. كيف؟ هون ال طب اليوم برأيك يعني ما في إمكانية للعودة ولا لا، العودة لن تكون إلا مشروطة ضمن هذه الإضافات التي تريدها الولايات إيران المتحدة؟
عم تفرض حقائق على الأرض، يعني تجاوزها صار صعب كمان. بما يتعلق شو بالنفوذ الواسع اليوم ب لا على الصعيد الداخلي أي. طبعا، على الصعيد الداخلي بنية الاقتصاد، شو بدي شو بينحكى. إيران رايحة باتجاه انه ما عاد بموازنتها تعتمد على النفط، وهي شغلة خطيرة فظيعة، طبعا يعني هذا إنجاز هائل عملته. زائد صار عندها قوة الردع، الردع النووي صار عندها، عارفة كيف؟ صار يعني مش عندها مسحة كمان ديسيازيون نوكليير، صار عندها الردع النووي. بدها كتير انتباه القصة، يعني طيب كيف بدهم تجاهلها وكذا، هذه يعني مشكلة عم تقول لا كبيرة يمكن إلها. تطويع إيران. لذلك جاب روبير مالي، إيه هذا اللي بيعرف بالشو اسمه، وهلا أصلا قامت القيامة ليه جاب روبير مالي، طبعا وبنعرف إنه طبعا صح، إذا كان داخليا بالولايات المتحدة الأمريكية وحتى اليوم عند ايه الكيان صح، الغاصب يعني. ايه صح. ف يعني وجماعة الكيان الغاصب كمان يعني خايفين طب وأعلنوا جديا. بشكل واضح عن هذا الخوف، رفعوا سقف التهديدات، راحوا إلى أبعد من ذلك للقول بأنه اليوم كأنه في نوع من تهديد باتجاه أن تقدم إسرائيل على عمل عسكري في مرحلة الانتظار إذا بدك، يعني قبل الوصول إلى أي اتفاق. والبعض بيقول أنه من مصلحة إيران الذهاب إلى الاتفاق الآن قبل حزيران، لأن كل المؤشرات تقول كمان أنه اليوم المحافظين هن اللي بدهم يعني ياخذوا الانتخابات في الفترة المقبلة، وهون بصير أصعب الوصول إلى أي تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. بنفس الوقت كمان القراءة تقول بأنه بايدن لا يريد الدخول مباشرة إلى هذا الاتفاق لعدم إغضاب الإسرائيلي، وهون حفاظا على نوع من توازن في العلاقة. كل هذا المشهد بيقول أنه رايحين على أمور معقدة ومشهد معقد جدا جدا جدا. وبالتالي يعني الإسرائيلي إذا راح طبعا بمباركة أمريكية، بالأخير الأمريكان اللي بيقول له بده يحصل يعني تقف، برأيك على هذه مثل مع المباركة؟ التركي يعني، عرفتي كيف؟ إنه ممنوع هون تتقدم إذا نحن ما قلنا له. نحن بنفكر إنه أردوغان عنتر بن شداد بيعمل اللي بده إياه، ما بيصير يتحرك إذا إذا ما ما أخذ طلب ضوء إذن، أخضر. إذا ما طلب إذن مسبق وانتظر ليجي الجواب ما بيصير يتحرك فشخ عند الأمريكان. طيب يعني لأنه بيكفي إذا الإسرائيلي تركوه الأمريكان لحظة، راح وتحطم ونلعن أبو الخلف وبالداخل التركي طبعا ولا لأردوغان، عرفتي كيف؟ إيه. فنفس الشيء بالنسبة للإسرائيليين، ما فيهم يعملوا حرب بقرار من ذاته، بس إذا بدهم يعملوا حرب على إيران، إيران بتقديري شو أهمية الردع النووي؟ أي هو أنه إنه نحن قبيل إسرائيل ومن يسير مع إسرائيل محليا، يعني فتت بمشهد حرب آخر شيء، مواجهة طبعا مفتوحة. طبعا، يعني بتصير مثل قصة الهند باكستان، هي المثل اللي يعطى لحرب نووية إقليمية، واضح؟ أوكي تمام؟ هذا نحن نعمل ضربولنا اليهود، فجرولنا مرفق بيروت. أنت حاسم بالنتيجة؟ امبارح طلع القرار تبع وزيري الدفاع المشترك للقول للمطالبة برواية رسمية وإظهار اليوم ما وصلت إليه التحقيقات. يعني ما هي ماضينا يعني، ممضية يعني، يا أمة الله ممضية، ها طب طالعة البصمة ليه ما حدا بده الإسرائيلية يشوفها؟ عليها. كيف؟ ليه ما بدهم يشوفوها في الداخل إذا أصحاب اللبناني؟ العلاقة ما بدهم يشوفوها. ليه لعدم قدرتهم على تحمل ما يعني بعرف، ما بعرف، ما هذا بعرف الأمر؟ فعلا، ما بعرف. وأنا بعتبر إنه هيدي هفوة كبيرة من وخطأ، قام بها؟ خطيئة كبيرة دولة كبيرة لبنانية قامت كبيرة بها؟ كبيرة طبعا. يعني كل الحالة اللبنانية خطيئة كبيرة يعني. يعني اليوم أنت إذا صار شغلي بعرف وين، تيجي إسرائيل تقول أنت عملتيها، عليك دخلي، انت صارت بالسياد يعني. هون اللي صار يعني، ولو ما شفناه للشامبينيون النووي قدامنا يعني، طيب حتى ما بنوجه اصبع الاتهام، طب ليه؟ طلبنا صورة ايه ساتليت، ما ما في اعطونا صورة، اياها؟ ما واضح مين عملها شو اسمه. فردوا الإيرانية، عم بيردوا الإيرانية على طريقتهم. بأي معنى؟ شو يعني ردوا الإيرانية؟ يعني اليوم طلعوا لك امبارح هذا الصاروخ، يعني
بيفرجوكي قدراتهم، يعني عم يعني تقول دكتور انه اسرائيل لا يمكن ان بيفرجوكي تقدم، اسرائيل لا يمكن ان تقدم على بيصير اي في عدوان دمار ضد الجمهوريه كامل الاسلاميه متبادل. الا بموافقه امريكيه، هذه الموافقه الامريكيه لن تحصل عليها اسرائيل، هيدا بيرجع لا ما برجعنا بقدر قول لن، ما بعرف يعني برايك قد نكون امام مواجهه. وبعدين الديمقراطيين تاريخيا عندهم ميل كبير للحروب، لاستخدام للحروب المتواصله ولاستخدام الحروب الذريه ايضا، اعتماد الحروب الذرية نووية. ايه بس انت عم بتقول انه هن كمان اللي اليوم استخدموا الوحيدين اللي استخدموا السلاح بس الذري. بالوقت اللي تمتلك توازن ردع، يعني عم تحكي عن انه اليوم ايران تستطيع ان ترد ساعتها كمان بالشكل المناسب. هيك قلت لك مثل ما انه لو الهند وباكستان اثنينتهم بفوتوا مع بعضهم، لانه حرب نووية اقليمية في شيء اسمه ردع نووي صار، وبالتالي يعني انه سلامتنا كإيران من سلامة إسرائيل، وسلامة إسرائيل من سلامتنا. هذا أول شيء الردع. أوكي. في عندك الدرجة الأعلى، هذه اللي بتخوف الإسرائيليين كمان أكثر، وهي هي أنه فينا نزيل إسرائيل ونبقى نحن. ما بعرف، ما بعرف، مشهد مش أكثر من معقد بالحسب اللي حضرتك عم تتفضل جدا فيه، وغير واضح يمكن في قصة سيدتي اللي الشيء اللي صار عنا تفجير مرفق بيروت والسلاح اللي استخدم، شو الحكي هذا؟ أنا بعدني واقف عنده، أنا بعدني واقف بأربع آب، كيف الحكي هذا؟ بدنا نشوف الحقائق شو هي. يعني أنا ما طلعت من أربع آب، حنعرفها يعني. حنعرفها، حنقدر نشوفها، هي مبينة ظاهرة للعيان. إيه حنقدر نشوف أو نقرأ اللي عم نشوفه أو نقوله ما بشكل ما واضح أنا برأيك؟ شخصيا بقوله بس ما بعرف، أنا عم بحكي عن المعنيين تحديدا. ما أنا بعرف أنه هذا نظام منحط ما بيطلع منه شيء، هذا ما هو شيء بالخالص، يعني بالخالص بالخالص، يعني ما بيطلع منه إلا اللي طالع منه فقط. لذلك قليلة حكومة تشكل تتشكل ولا 60 عمرها ما تشكل. طب يعني على الأقل وضع حد لكل هذا الواقع، إذا بدك الفوضى أي اللي أي نحن عم نعيشها، حد أي حد أي حد أنت أي بجهنم حد. عمليا تجي حكومة وبيزينوها بدون يقرطولنا بعد ما تبقى من ممتلكاتنا، بتجي حكومة وبتعمل اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، عرفتي كيف؟ بيجي ساعتها الرئيس ماكرون وجايب معه الشركات وكذا وإلى آخره، هو بيقبض كوميسيون أيضا. معليش يعني يعني عم تحكي النزاهة، النزاهة يعني دار بيتنابا يعني وين ما كان، عرفتي كيف؟ وبياخذوا المرفأ والكهرباء والمي اللي اوريدي تخصخصت، صار لزمان مخصخصة المي بلبنان، صار لزمان مخصخصة بدليل جرى تعطيل مية الشرب يلي بتجينا بالحنفية وكانت من أنظف ما يكون، وصبحنا نحن منشتري مية الشرب لأنه تخصخصت. بس بدل ما تكون لمافيات صغيرة وكذا وإلى آخره، لا بتصير لمعلم أجنبي مع وكيل محلي، وبياخدوا كل القطاعات اللي ملك الدولي ما تبقى، وبيقتلوا لنا ياهون ونصبح هذا في هون قول. انتبهي يا سيد، لا وبدهم البنك المركزي كمان طبعا. في قول لتوماس جيفرسون ثالث رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، وبتعرفي هودي المؤسسين عملوا مشاكل مع هذا الاحتياطي الفيدرالي وهزموا، ما قدروا لهم، بيت روكفلر قتلوا لينكولن، رجعوا قتلوا كندي، يعني ما في مزح، يعني مجرد انه حدا بده يزيح برات الخط، برات الاحتياطي الفيدرالي فهزمون لكل السياسيين بامريكا، هزمون لكل السياسيين. ايه في قول ليك شو بيقول، قول اذا سمح الشعب الامريكي في وقت ما للبنوك بالتحكم بإصدار العملة الأمريكية، فستحرم البنوك والشركات التي ستنشأ حولها، ستحرم الشعب من أي ممتلكات، وسيصبح أطفالهم مشردين في القارة التي عمرها آباؤهم،
إني على قناعة تامة بأن المؤسسات المصرفية أكثر خطر على حريتنا من الجيوش النظامية. مش هذا اللي تبين لنا بلبنان هلأ بالشيء اللي صار معنا؟ هذا ما حصل معنا بشكل واضح. لما سكتنا على هيك عملوا لنا 4 آب. سكتنا. طيب بس لا يوصلوا لوين اخر شيء؟ بدهم سكتنا بدهم ياخذوا كل البلد يعني. وبعرف في مشروع اسرائيل تدير الامور بس نحن ومتكتفين عم نتفرج عليه. استبدال الشعب اللبناني طبعا. نحن ما شاء الله طوائف ومذاهب ومذاهب وطوائف عبقريات نحن. شيء بيعذب القلب. وحرام لبنان الوطن الحبيب حرام. وين القوى الحية اليوم يعني؟ أين هي اللي تنتفض وإذا بدك لتحافظ على ما تبقى أو لتوقف؟ تحكي تصرخ كذا بس إذا مصدقة حالة أنه بدأت تعمل ثورة مثل الثورة اللي عملتها يعني عملية عم تخدم ديفيد هيل يعني. أوكي. بما يتعلق بسوريا تحديدا، ليه غابت سوريا عن استراتيجية الأمريكية هلا، وخصوصا بعد الكلام اللي سمعناه من فيلتمان؟ يعني اول شيء في اعتراف بفشل الإدارة الأمريكية وسياساتها في سوريا، وهو استبعد يعني ان تكون سوريا أولوية في المرحلة المقبلة. ليه برأيك؟ ليكي انا مسألة لما بيقولوا اني نحن فشلنا وكذا ما بقبض عن جد. ليه؟ لانه بيقولوا بي 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 بياخذونا بيقول انه زاندويز اون ايرور يعني بياخذونا لا نحن للغلط للغلط لنبني على اشياء خاطئه تماما نبني على شيء غلط. بدي اسالك سؤال، اهم شيء عندهم الامريكان شو؟ اسرائيل صح ولا لا؟ طبعا. لما انت بلد مثل سوريا بتعملي فيه التدمير اللي عملتيه بشو هن خسروا؟ بيعملوا هذا التدمير اللي شايفينه بالقليل خسروا اذا بدك سوريا البلد يلي تاريخيا عرفتي كيف كل شيء فيه غزاة اجوا عليها تعرضت لاشياء شبيهه بالزمان وصمدت باذن الله بدها تصمد سوريا وصامده سوريا عرفتي كيف؟ طيب يعني هيدي ما عندي شك بذلك علما انا ما عندي صداقات مع النظام بسوريا، هن اللي عنده صداقات هن اللي قلبوا علي انا، لكن لا مدحت ايام عزه ولا بمدحه اليوم يعني. ما عم تحكي عن سوريا كسوريا الدوله وسوريا الدور وسوريا بس بالنهايه شو عملوا بسوريا يا عمي؟ طب تم تدمير سوريا، شو اللي صار بسوريا؟ شو اللي صار بالعراق؟ شو اللي صار بليبيا؟ وبكل هالشغلات هيدي دور المنظومة الأردوغانية أساسي بالموضوع، رأس الحربة. لذلك كل ما وضعه يتعب بالداخل التركي بيعملوا له قصة الأمريكان كل قصة أنه هو يعني هو حاجة يغطي. حاجة فجايين الأستاذ فيلتمان بيزت لنا هيك شغلات لقول إنه زاد بي أون إيرور لا يوصلنا لوين، حتى اللي نحن نبني على قواعد خاطئة، نبني سياسات على كذا على قواعد خاطئة. لا هن ما خسروا بسوريا، هن دمروا سوريا حتى كيف. ولو بقي بشار الأسد رئيسا للجمهورية السورية طبعا بس بقي انه منع انه تختفي سوريا من الخارطة يعني عمل ربط نزاع مع المستقبل ومع الحياة يعني هذه شو اسمه عرفتي كيف. ولكن عمليا سوريا هي دمرت، هن ما قصة النظام ولا شيء اطلاقا، هن بدون عمليا إزالة سوريا عن الوجود، وهيدي اشتغلوا فيها. طب يا عمي اجل طب بس هن يريدون اليوم انه يزيلوا سوريا عن الوجود لانه اليوم في نظام في سوريا اذا بدك وقف في وجه هذا المخطط وهو ضد اسرائيل اخر شيء يعني واضح انه باي اتجاه ولانه من الاساس مطلوب ازالة سوريا يعني لما صار الانتداب الفرنسي وهذا القراءة اللي للاسف ما عم يعملوها قراءة تاريخ الانتداب الفرنسي غلط، كل ما كتب عنا غلط غلط بغلط. طب وين بنقراها بالشكل الصحيح؟ الانتداب الفرنسي دوره كان عرفتي كيف؟ إزالة؟ دوره كان إدخال سوريا كلها، يعني بلاد الشام. أوكي. عرفتي كيف؟ يعني سوريا الطبيعية إدخالها كلها بالوطن القومي اليهودي.
هذا كانت اوكي، يعني بحسب العقيدة اليهودية كمان، خلينا نرجع ايه نقول طبعا من البحر إلى ما النهر. طبعا لانه هي قصه طويله عريضه كيف فاتوا بالاستابليشمنت اليهود ببريطانيا وشو طيب عملوا لم وكذا ينجح والى هذا اخره. الانتداب بإزالة سوريا مثل ما حضرتك عم لا بتقول، بعد المعركه بعدها مستمره، واذا مستمرة. الله سوريا بتبقى وهذا لكن مرحلة من الضغط الأكبر، قد نكون أمام ضغوط عسكرية في المرحلة المقبلة، تحريك لهذه الخلايا طبعا الإرهابية طبعا للوصول إلى دغري حركوا لك اياهم. بعدين بدي اسالك سؤال، مين اللي فضح، مين اللي فضح تركيا والسعوديه وقطر والامارات انه هودي اللي هن ورا داعش وكذا والى اخره والى اخره والى اخره؟ مين؟ مين طلع كتب عنهم؟ ما غيره، لا ما غيره ابو داعش لما كان بعده نائب رئيس في الولايات المتحدة بتاريخ 2 تشرين الأول 2014. هو نفسه جو هو بايدن؟ نفسه ايه بمحاضرة ألقاها في جامعة هارفارد بوجود نخبة مصطفات من المثقفين والمفكرين الأمريكيين، طيب، ما قالته هيلاري هو كلينتون؟ قال هودي المسؤولين، وما قالته طبعا كمان نحن من هيلاري صنعنا كلينتون. داعش، ما يعني طبعا طبعا بشكل واضح. هذا ابو داعش، يعني ما اجى لي ابو داعش وتحرك داعش وين ما كان بقدرة قادر، عرفتي كيف؟ ايه وبيتحرك وين ما كان وكأنه حركته. بهذا المعنى لا يمكن فصل المشهد اللي شفناه بطرابلس من يعني طبعا هذيك ما طبعا الأسبوع اكيد عن شو اليوم، تحضير أرضية لشو، اكيد للتخريب لفوضى بلبنان، متنقلة على كامل للتخريب الأراضي اللبنانية. ايه طيب من أجل ايه ما آخر شيء، في للتخريب، هدف بدنا نوصل له. التخريب ايه بلبنان هيدا التخريب ومشكل اللي هو وعبر يعتبرون انه مشكل مع المقاومة، ايه مشكل هيدا مسلح مع التخريب المقاومة. بيعتبروا هن انه بشكل عنصر ضغط أساسي على المقاومة. ايه وبالتالي لمنع قيام يعني تفكيك لبنان ضروري لتفكيك سوريا. يعني هلا انتقلت اذا بدك الى مرحلة ايه اكثر تقدما. لأني أوعية متصلة، ايه نحن تفككي سوريا راح لبنان بيروح بالرذاذ، يعني بتفككي لبنان لبنان بتسهمي تفكيك الخاسرة سوريا، الرخوة لأنه لسوريا. الخاسرة الرخوة هي. اوكي، يعني المنظر لما بتشوفي بالخارطة منظر لبنان فعلا الخاسرة كلها لسوريا، يعني مش قليلة. بس اني بلشوا من 2011 اذا بدك عملية تدمير سوريا، راهنوا انه هذا التدمير يؤدي الى تدمير لبنان. لما اصطدموا بعدم يعني قدرتهم على هذا التدمير، انتقلت المعركة الى تدمير لبنان، وهذا اللي خلينا نشوف ليه لا مورست لا كل لا شو. عملوا اثنين سوا، بس ما كان هالقد لأنه الموضوع يا عنا سيدتي لما قتلوا رفيق الحريري، رئيس رفيق بال2005 الحريري، كان قبل ب6 سنين من حرب الربيع العربي، العربي. يعني ما هي كانت لتفجير لبنان، يعني شو بنضحك على حالنا يعني. ومن وقتها لبنان ما عاد شاف يوم طيب بس اليوم راحة. لما بنقول انه والله تم تعطيل يعني الاهداف والمخططات الامريكيه، او اليوم يعني صمود هيدا محور حلو، المقاومه هيدا وصل لا الى تغيير وقائع ورسم اليوم اذا بدك وقائع جديده، هيدي الوقائع بتخلي الامريكي مش عم قول يتراجع، ولكن ان يذهب الى البلان الثاني بمطرح من محور المطارح. المقاومة بلبنان ما عنده توازن ما بين أدائه الإقليمي، العسكري الجهادي إيه وما بين أداء السياسي أدائه الداخلي، السياسي، ليه برأيك؟ في الفارق الكبير، يعني ما بعدهم لليوم ما قدروا قربوا الهامشين من لأنه بعضهم. هالقد الواقع اللبناني معقد، ولأنه هالقد بيفرض يمكن إذا بدك هذا التعقيد نفسه على بيمنع هذا التوازن. يمكن ما عندك جواب؟ لا يمكن ما عندي جواب لكل سؤال جواب، لا أدعي لا، ذلك يعني. بمعنى انه الراسم عندك اذا او قراءه واضحه يعني بهذا الاطار. أنا بعتبر إنه صار في خطأ كبير، يعني لناحية عدم لناحية القدرة إنه على إنجاز هذا ما التوازن اللي بده حضرتك عم يكون تحكي فيه عنه. طبعا، يعني طبعا طبعا طيب كل هذا يؤدي إلى، مشان نختم الحلقة بشيء ما فينا ما أبدا نمنع. بقدر صراحة، لا بدي أكذب على حالي ولا بدي أكذب على حدا، ولكن نحن ما نفاجأ إذا دفعونا ثمن هائل نتيجة سكوتنا عن كل ما حدث معنا نحن كشعب لبناني بالبنوك ايه وبقصة المرفأ.
سكوتنا عن هالشغلتين صرنا عرضة نتعرض ممكن لكل شيء. يعني هذا رأيي. بس هذا اللي بيفتح الباب. الحياة قاسية، يجيك الحساب بعدين. بس هذا يفتح الباب أمام مرحلة إذا بدك يعني أكثر خطورة دكتور بحسب نعم. حضرتك عم تفضل. نعم فيه. يا سيدتي، بعتذر إذا كنت بيّنت مثل البوم يعني. الله خليك كذا بعد 7-8 أشهر استضيفيني مرة. شكرا لك. مثل البوم، شو بدنا نعمل هيدي؟ وبعدين أنا يعني بقدر، أنتوا أبطال يعني، وأنا مخجول إنه حاطط الكمامة وأنت مش حاطة الكمامة، عم بتعرضوا حالكم وحياتكم وعندكم عائلات، الله يبارك فيكم يعني فعلا. يعني أنا حاطط الكمامة ومخجول منك. تسلم دكتور حسن حمادي، أهلا وسهلا فيك. لكل الشباب الطيبين هون يعني ان شاء الله، بس يا ريت نكون عم نقدم يعني عم نعمل الدور، ولكن عم نقدر نعمل شيء اخر، شيء مغير بهذا الواقع. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، اهلا وسهلا فيك. كل الشباب الموجودين هون والستات وكلهم يعني. شكرا لك دكتور حسن حمادي، شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعه، في امان الله.